ku xidno badda cas 24 TV. Barihii bulshadan cilmiyada badda balwo ugu ragay barakada xaq iyo baxsan oo rasuulkii sunnihiisa bilan afkoodii ku baray Sheikh Yuusuf oo barqaldu ahaa. Alla naxariistii jannaha ka waraabiya sheekhi weynaa Sheikh Yuusuf Al-Kawneyn oo barxale oo habeenimada caawa munaasabada xuska siyaaradiisu halkaan si toos ah uga bilaabmayso dowdayaal barbarkayga bidix waxa taagan Sheikh Cabdiraxmaan Yasiin Jaamac oo ka mid ah culimada waaweyn ee iyagu munaasabadan ka soo xaadiray munaasabada lagu xusayo Sheikh Yuusuf Al-Kawneyn oo barxale bal sheekha waxaan weydiinay munaasabadan uu diyaar garowga iyo waliba sida culimada waaweyn ee qaadiriyad way ugu diyaar garowday بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محشر المسلمين سين الله والصعون مركز بشا جماد الأول أي بلطه وجمعها الصدحات أي قاده ومالك واستيسان in la xuso macallinkii geeska Afrika amba Soomaaliyeed ee aw barxadle xigmadda aynu u xusaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu quraanka inooga waramay cid kasta oo halgan diineed samaysay amba Ilaahay agtiisa wax ku leh in la xuso si loogu daydo oo taariikhdiisa looga sheekeeyo waxaan isugu nimaadnaa xaflad sadaqad lagu bixinayo sheekh loo hibeynayo siiradiisii laga waramo isla markaa taariikhda diineed ee uu lahaa sheekha si fiican bulshada muslimiinta loogu soo gudbiyo innagoo kaga dayanayna rasuulkeena maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh oo had iyo jeer booqan jiray habeen kasta oo jimcaah qubuuraha baqiic oo u soo ducayn jiray aadaabta lagama maarmaanka waa marka xabaala la siyaarinayo nebigu wuxuu odhan jiray assalaamu calaykum daar qowm muminuun in shaa allahu tacaala bikum laaxiqum antan salfa aw kamaa qaala almustafa salawaatullaahi wasalaamu calayh markau qubuuraha siyaarto nebigu waxa uu odhan jiray assalaamu calaykum waraxmatullaahi
السلام عليكم دار قوم المؤمنين بورين شري وعند بريي حبك يقابك لو حصو ددك امواطا صدقات بينو بحنينا قران بينو اخرينينا وينو دعينينا انغو كغدين النبيين حديث كويري قف كستا او معروف ايدين سميه ككافيا معنا قفك مركا وناكو سميه وحاو مدن يهي إحسان أما با نبيين وحوري صلوات الله وسلامه عليه قفك مركا ودنتو عمل كي سوقايا إلا قف داتك وحبري تشري مركا وحا شيخ برخله إلى يومنا هذا جيسك أفريكا أما بلشاد ريسو مالي لان أما مسلمين تبقودهان ومعلن كودي ألف لكور نبي ألف لوسن بألف لاقودي سلاهو قدوين وحصينا إلهينا وحينا ويديسانينا إنغا يا أولادي نبا إنو إنغا بيرو كوو دين تا كغيب غاطة أو دالك يددك أنفعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كوران شيخ إن وحن كوصوغانا إدياغان كي أو برخادلي أو أه قوابتا رسمي غاية لغو حصيو أما لوجود عيني الشيخ وين الشيخ يوسف الكونين أو برخله بالكورن ديجان ضد بدن يعلم بدن بعمرش كم مغدا ديجان إنتهلك بالاستجاب كليمي حلاوران كرا بالشد الرئيس مالي لان إنت هذا بدن ويا مادان وحلاقي مال دايتوبيا سوماليا أتشبوتي أو جيس كأفريقيا مركين ولا نهي ومعلن كذي أو برخله إلا أتشبوتي إلا إيتوبيا جيس كان أفريقيا ده وشيخ تاريخ وين كله كامر كاي مناسبة الله حصي يا إيشوكتو دت فربلام باك سوق يبقى له مي بالعجي ماتا جبوتي بالعجي ماتا إثيوبيا بالعجي ماتا سوماليا بالعجي ماتا بوتلام بالعجي ماتا مركز إيشوكتو عو كله محيو قد يكون تاي علماء دووين إرر سومالي لانجارهان علماء قادر يدا محيو قد يكون تاي مناسبة دوينو معلم كود أيك حصي يا مبالورن كرا أدب المسجد هذا هو ديال سيدنا هوري ينكو شيء مناسبة وحكى سوق يبقى العلماء فربدن أو وين أو يجو يسجد كل يوم ديجانو ديجانة بدن أو كتر تن سومالي لان سومالي بوتلان يولي بيتوبيا قوبتن لوجو ديار قرب يوم مناسبة وح يجو قيب كعلماء دو داير هاي الشيء يجو أقوم بدن لا بل واحد وح كوي دين مناسبة وح يقدر يجنتا يولي بهناك وديار قروجا مناسبة لجو وينين يشيخة كسر دولا بدار واندو هاي ولال مركا كويت وح سلام يا بهدا تي فيجا بدعس إيو بهوين الصحافة النوعية ذي كل دون لما وريالو إيو مقرن الشاي بها الصحافة وحنا لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن بالكورة المناسبة دن إن سادو جود يرجعوا ذي مناسبة دن ومناسبة أدنى جو قالية سنة بالوسي ديار جروبا سنة بالوسي أجب يق أق مقرن الشاي قلب قاتا سنة با شيخ برخلة أما شيخ يوسف كونين أنا جو مقعي جوا حسن شيخ علي حاج حسن وحن كم إذا هاي علماء ذا كسر كعدين أما كتمت قبل كساحل المجال دي بركي سنة دي بربرة أتمت سيدا وقع بقول له مناسبة شرف طبعا مناسبة وح الله أسوأ جاسمة الله كلمة ذا دنيا دافع هذا كل دوين مناسبة وح وقد جنت قف كست أو إسلامة مناسبة كوين مناسبة وح كلامها وينين يو كورن لقى ورنا يو تاريخ الشيخ يوسف كونين أما الشيخ يوسف برخلا سيدا هاد أمدو تقن شيخ يوسف برخلا وحها شيخ إنه قط تفسيري أو إنه قط تفسير القرآن الكريم كأف كنا ألف لكور دبي ألف لوس دبي ألف لاجودي شيخي كان يبوها سيدا درادة الشيخ يوسف كونين سنة والبمركة يكون بيجنت أي وقت يو الدنيا ذن كره إلى حق إلهي وهذه وح علاقة بتاع مناسبة لك جو الرمايو تاريخ نولد كيسي هي دلالك الدين تن أصا مري يسيد الدين تدك أصا قارسيه أنا براي سيدا درادة أي الدنيا دافع هذا اللي سكي ماذا اللي سكوا الرما سيلو دلنيرت تنبه لو برا وحي أو شيخ يوسف كونينها يا أودي إلهي سيي يا كرامة إلهي سيي يا سيدي إلهي وناتشي أو تشيل كتم بأي أوبرسان ما دام وها معلنك أفريكا ألف لكور دبي ألف لوس دبي ألف لاقودين وتفسيري إن أدو واحد كم أنت علماء داد ير مناسبة كسوق قيب كالي إن وحو ها شيخ وشيخ يساد كرد واش سيبا تفسيري هجادة أفقا سومالي كو تفسيري بل داوضياشا كو داوانا يرى حسوس هجادة أدو كل غينيا waxa kamid ahayd aan higaada hadii aan qayb kamid ka taabto alif la kordhabay alif loos dhabay alif la gudey oo alif la kordhabay alif lagu reeb ee alif loos dhabay yaa lagu reeb oo alif la gudey waa lagu reebay alif ka dambe baa la kordhabay baa loos dhabay baa la gudey baa baa la kordhabay alif lagu reeb
بيبا لوس دبا يا لوغرب بوبا لاغوز وو لوغرب يا ليفكا دامبا يا قار كلو بدن ان ادغون واحد كميت هاي دانيات داد يا علمدا اي غوتو غوام ان اي كقيب غلان مناسبتان لوغو وينينيو ان الله نخريس جناح كوورابي شيخ يوسف الكونين او برخله بل كوورن مخاي كاغا دغنتا ان ادغو كميت هاي علمدا هلكن توغتا هورتا الهي ما هدي ويه ان شعورتي داد بون فرحسن هاي مركا اوغو ريس وحن سلام يا بهدا تي فيغا ان بدعس een iyaduna een waxaan marka labaad salaamayaa xirsa sheekh maxamed rabiuddin oo daafo badan isaga timay caawa anigu shucurteyda ma soo koobi karo waxaan siyaarinayaa sheekh yusuf barxalle oo di siyaaradiisu aad aan weynayno mar walba xilli kasta daqiiqad walba aan magaranaysaa aan xusno siyaaradaas oo dhinac walba la isaga yimi hadeer een xasan sheekh cali ayaa halka ku soo koobay de sheekhu een qisooyinkiisi een intaas iyo ka badanba magaranaysa sheekhu een mudakiradiisa ama een habdhaqankiisi magaranaysa oo diinta ku soo waday ee culimada culimada diinka way wada hayaan aniguna caawa aad baan faraxsanahay maadaama aan ka imi waliba aniga oo aanis bashiir abdaxsiis aan ka imi gobolka sool hadana saaso ay tahay de xasan uu ka imi saaxil wadan badan baa isaga yimi hadana aad iyo aad waxaan faraxsanahay sheekha in aan siyaaradiisa mar walba aan weynino sheekhuna waa sida uu ku sheegay sheekh xasan oo de isagu macallinka afrika een laftirkiisu een marka sheekh barxalle wuxuu ahaa macallinka afrika marka runaanti inta uu sheekh xasan ku soo koobay ayaanana ku soo koobaya een waxa xusid mudan een oo mahadcelin ballaaran iyo allahum salli ala sayidina muhammadin sharaf iyo karaamo iyo wanaag badan mudan oo aanu xaqan aad ugu mahadcelinayna sheekhi nagu sharfay nagu ikraamay maamuuskii iyo ka soo qaybgalka siyaaradan sheekh yuusuf alkownayn ama sheekh subarxalla ka soo qaybgalkeeda nagu dhaliyay maadaama uu ahaa sheekh cabdulqaadir sheekh maxamed rabiuddin sheekhana allahumma salli ala sayidina muhammadin abaabulka iyo isku dubaridka gobollada la isaga imanayo iyo dadka lagu soo sharfay lagu soo karaamaynayaba sheekh qaabil sanaa uu yahay isku dubaridka iyo agaasinka guud ee siyaarada iyo muusimka iyo sheekh macallinka afrika ka waranka taariikhdiisa waxaa lahaa sheekh cabdulqaadir sheekh maxamed rabiuddin oo ah sheekh xerta rabiiciyaad dariiqada sheekha waxaan leenahay sheekh allah ku sharfo allah ku karaamayo allah ku ciseeyo aad baad ugu mahadsantahay sidaad noogu sharaftay noogu karaamaysay ka soo qaybgalka iyo dacwadda aad noogu yeedhay ee ah inaan ka soo qaybgalno madashan bilani waa madasha loo asteeyey inay ka qabsoonto munaasibadda lagu weynaynayo xuska marxuunka oo lagu naaneyso macallinkii bariga afrika munaasibaddan bilan waxa qurxinteeda qaabeynteeda iska leh jumciyadda rabiiciuddiin daawadayaal iyadoo lagu sii dhowaanayo munaasibaddii ama waqtigii loo asteeyey in munaasibadda la furo waxaa iska soo daba dhacaya culimada kala duwan ee ka imanaya qaybaha kala duwan ama bayraado gobollada dalka iyo weliba dalalka jaarka ee soomaaliland ee ka jaarkatay halkan waxaa ku sugan qayb ka mid a culimada oo iyagu hadda ka soo degay gaadhiga saad arkaysaan waa baskii la socdeen hadda ayay madasha soo gaadheen waxayna isu diyaarinayaan inay ka qayb galaan madasha daawadayaal saacadda bariga afrika hadda waxay dul taagan tahay 5:50 qadar daqiiqada ayaa ka hadhay waxaana loo diyaar garoobayaa salaadii maqrib intaasi kadib sikin walba iyo mirir walba waxay saacaddu u sii dhowaanaysaa waqtigii rasmiga ee la bilaabayo munaasibadda lagu weynaynayo alla naxariistii jannaha ka waraabiye sheekh yuusuf alkownayn aw barkhadle oo goobtan ay tahay goobta rasmiga ee uu ku aasan yahay marxuunku
سند ولی با مالی نمتو کنه داور یال آیا دیگر کن آور برخلاف و حلقو حسا مناسبت سیاره ده لوجود عینیو شیخ یوسف الکونین آور برخلاف برنامج کن و حید لس عسینیا آنی گو محمد عبدی عبداللهی محمد اندره والله يا عاو وحين سكونني سيارتي شيخني شيخ بخذلي شيخ يوسف الكونين شيخ الصومال شيخي انا بريوي قرانك يديمت المحمديات انا بريوي الف باء انوردي وهريي إنه ألف أي ألف وحملة ولا أمة الإسلام كدين كأساس كبرة الصومالية أولياء الإله هي كم ذي هي كرامة يا هي قبول خسارة يا هي قرآن سكيري ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة هاي ألا هاي إن أولياء الله أولياء الإله لا خوف عليهم أبسكر كلام أهانهم إلى خاف الناس ما تتسكوا بقوه أو أبصدوه هذا قيام الله كوه بقى ماها يدوية ولا هم يحزنون من حزنيا إلى حزن الناس تقول ما كوي حزنيا حزنيا ما يان ويقو هرين بيبوحي إبقى الدين تكتوغين بسوقاتي marka ilaaha ba ka raaliya atadku hadu baqana baqi maayaan hadu xusniyeen xusniyi maayaan kalsoonida ilaahay ku qabaan alladina aamanu wa kanu yattaqun kuwaas waa kuwa ilaahay rasuul rumeeyay absadayna ilaahay ka absaday mutaqiinta ah ilaahay ka absada kuwaas weeye shee marka la yahay ka jilada ilaahay quraanka saa u sheegay ayuu ka mid yahay haa waxa kan waxa isku nimi oo isku yimi in quraanka madhiga madhigiisti laakhriyo ayaa isku yimid oo la xusay oo lagu xusiyo abaalka uu ino soo galay ee diinta ina baray inaga iyo ajdaadeenba awoowayaashin diintu ina baray ayaa inu xusna xuskiisi baa inu akhriyna am tahdiisa inu akhriyna quraanka la akhriya hadii laba kulin salliga nabiga ayaa la akhriya shallallahu ya barhadallah أخذنا يا برهاد الله عليكم السلام برهاد الله جليل يا برهاد الله أخذنا يا برهاد الله عليكم السلام هو حفلتنا من صوبني قالها إلو سمي شيخ يوسف الكونين شيخ برك الله شيخ برك الله وحفلات آدية وقالية سيدا إمامكم صفي عن سيدا ينوصو كوبكوبي صفي عنا ينوصو الشهري الحمد لله رب العالمين إلهي قينا قد قي كوي حفلات دا كقير قلع الدعاء دي خير كيدا بقاتا تعال إلهي بينوصو مهضنا منا رحمة الله وبركاته أولا ليال دمان bulshada muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda reer somaliland amba soomaaliyeed ba caawo kale oo bishu janaadul awal ay gaado jimcaha saddexaad waxay ku aasteysan tahay yoomkaasi amba habeenkaasi waktiyada la xuso sheekheena macalinkeeni abaalkii lagu lahaa eedinta inuu soo gaarsiiyey amba macalinka mooran karo soomaali amba geeskaasa macalin buuxa walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku amaaday qur-aanka kariimka innamaa yakhsha allaha min cibaadihi lculamaa ilaahay waxaa ka cabsaday cabsiyo ku ururtay kuwa culimada awliyada aynu siyaadanayno ee sheekh maxamed ka mid yahay سيد الشعب العادسيني الذين آمنوا وكانوا يتقون أولا وأدوم إلهي وصدق أورع بصري
اسلامركاس مركي هي عبسده waxay ku sifooreen adoomaha Ilaahay uu ku tilmaamay rabbaaniyiinta oo ku rabbaaniyiin adoomaha Ilaahay waxa uu faray inay noqdaan kuwa rabbi loo rasmeeyo xafladan munaasabadeedu ay tahay siyaaradii sheekh yuusuf alkawan sheekh yuusuf alkawneyn oo barkhadleed ilaahay hanaga aqbalo sigaa qaadire ilaahay hanaga aqbalo ragaasi meesha isugu yimiday muraadada ay u socdaan ilaahay ha siiyo waa meel duco ka dhacday meeshani oo xafladan waxa ugu weyn waa duco waa siyaaro waa abaalgud rag fara badan oo dee iga hadla yaqaan baa hadalkii dhammaystay laakiin weynayntu maanta waxay ku jirtaa imaatanka siyaarada cadow fara badan iyo nacab fara badan ayay siyaarooyinku leeyihiin rag badan baa siyaarada ka maqan dadkiina ka jaray intii taasi dhacday cudurro badan iyo balaayooyin fara badan oo noocooda la garanayahay baa dadka ku dhacay sababta oo ah qofka haddii uu waalidkiisa diido ama macalinkiisa haddii uu diido khasab waxay noqonaysaa in uu waddo khaldan qabsado tii maanta waxa lagaga bixi karaa xuska iyo weyneynta allaahiga xuska iyo weyneynta ilaahay nabigiisa dariiqaasi maanta farxad waxaa ku gelinayaa intaasoo dhallinyar ah oo ka soo qayb gashay mar kasta oo wiil dhallinyarii uu isqarxiyaba mar kasta oo wiil dhallinyarii uu heesaba mar kasta oo wiil dhaliyii uu soo xanuunaba waxaad arkaysaa isbeddel ka muuqanaya bulshada haddii uu qofku jidka ka leexdo oo dariiqa uu ka leexdo isagii iyo aabihii yaa iska hor imanaya oo faatixadii ku murmaya oo bisinkii ku murmaya oo salaadii ku murmaya waa maxay sababta labada macalinay kala duwan wey barkadna waxaa soomaali ahaan loo yaqaanaa waa barako waxaas waa barkad waa barako ujeeddada xuskan aynu isugu nimi inkastoo culimmadu ay aada uga warrameen haddana waxaan anigu ku sifaynayaa inay tahay xurmo xurmo iyo abaalgud wax la xurmeeyo waxa ugu qaalisan waa diinta ilaahay diinta ilaahay cidda sida in la xurmeeyaa waa waajib xurmadarro ciddii ku samaysaana way ku naar mudanaysaa way ku gaadanaysaa waxa weeye xurmaa sharaf lagu helaa xurmaa lagu helaa darajo waxa caawa aynu isugu nimi oo ujeedadu tahay in siiradiisii iyo taariikhdiisii laga warramo oo looga warramo intii aan warkeeda haynin kii hayayna loogu celiyo
أبل في حنكري فرحان فرحي
أبل كيسة بطل ناقة بحلو